السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال هذا الفيديو هتكلم مع حضراتكم عن جريمة النصب، المادة 336 من قانون العقوبات. يمكن اللي دفعني ان انا اتحدث عن جريمة النصب حاجة كانت عجيبة جدا. في رمضان اللي فات كان في مسلسل اسمه 100 وش. المسلسل ده بيتكلم عن عصابة من النصابين بينجحوا بذكائهم في الاستيلاء على المجوهرات والأمتعة من الناس أو من المجنى عليهم. فحقيقة كان العجيب إن بعض الناس كان رد فعلهم هو التعاطف مع هؤلاء النصابين والتفاعل من أجل إنجاح وإتمام جريمته. فكان ده العجيب جدا إن يحصل هذا الأمر أو هذا يعني الإعوجاج الذهني لبعض الناس في هذا الأمر. صحيح الآخر اتقبض عليهم ويعني الحمد لله كان القانون هو الزراعة الأقوى، لكن من هذا المنطلق نقول إن جريمة النصب من الجرائم يعني ايه اللي بتعتمد على ذكاء المجرم، ذكاء المتهم. فمن هنا كان لابد ان يكون النص محيطا احاطة تامة بكل الصور التي يمكن ان تحدث او حدثت في هذا المجال. وحقيقة نص المادة 336 عقوبات من النصوص المتميزة الواضحة التي تحيط بجريمة النصب. لكن ما أود من خلال هذا الفيديو أن أقول لحضراتكم هو الجزء المتعلق في النصب في مجال العقارات. فالمادة حددت عشان يبقى الشخص اللي بيتصرف في العقار متهما بجريمة نصب أن هو يتصرف في عقار ليس مملوكا له، بيبيع حاجة، بيبيع أرض، بيبيع بيت، بيبيع شقة، بيبيع دكان مش بتاعه، ليس مملوكا له. الشرط الثاني واللي لازم تتم بيه الجريمة، عشان تتم الجريمة لازم يتوافر ألا يكون لهذا الشخص الحق في هذا البيع. هتقول لي طيب هو ممكن يبقى مالك غير مالك وله الحق في البيع؟ ممكن يبقى غير مالك وله الحق في البيع. فمثلا لو واحد لم ينقل ملكية العقار اللي اشتراه بعقد عرفي، هو ليس مالك وفقا للقانون، ولكن معاه حق التصرف بموجب العقد العرفي اللي معاه، او انه يكون معاه توكيل من المالك الاصلي يبيح له البيع لنفسه او للغير. طيب ايه بقى اهم يعني انا ليه عايز اتكلم في المادة 336 في شأن العقار؟ لان شرط الملكية، نقل الملكية في العقارات هو الايه؟ التسجيل. طب تعالوا نتفق ان احنا في مصر هنا اغلب العقارات غير مسجلة، بدليل ان الناس بتلجأ للمكاتب السادة المحامين الأفاضل بطلب دعاوى صحة التوقيع. فتلاقي معظم التعامل على العقارات في مصر بيعتمد على صحة التوقيع وليس التسجيل الناقل للملكية في شارع العقار. طب الثقافة دي ضعيفة ليه؟ الثقافة دي ضعيفة لسببين. السبب الأول هو الصعوبة والإجراءات الطويلة التي بيشترطها الشارع العقاري لنقل الملكية. السبب الثاني الرسوم الباهظة اللي بيتكبدها الشخص اللي حابب ان هو يسجل وينقل في شارع العقار عن طريق الشارع العقار. طيب تعالوا بقى النهاردة نحط صور لجريمة النصب واللي بسهولة جدا ممكن كمان ما تبقاش جريمة، ما تتوفرش فيها الأركان. لو أن شخص يمتلك مش هنقول بقى لا يمتلك، لا يمتلك قطعة أرض تساوي 1,000,000 جنيه،
بعد أن تملك هذه الأرض ومسجل باعها لأكثر من شخص، باعها لعشر، باعها لعشر أفراد، واستلم فعلا 10 مليون جنيه، باعها لعشرين واستلم 20 مليون جنيه. هذا الشخص تقدر تتوجه له جريمة النصب؟ سؤال للزملاء الأعزاء، هل الشخص الذي باع قطعة الأرض لعشرة هل يمكن أن نوجه له جريمة النصب؟ للأسف الشديد لا، لأنه يستند إلى أن القانون يعتمد على أن العبرة بالأسبقية في التسجيل. مين بقى اللي مسجل؟ هو مسجل، هي الأرض ملكه. طب اللي اشتروا دول سجلوا؟ لا، لم يسجلوا، يبقى لازالت الأرض في حيازته وملكيته، بلاش حيازته وإدعاء لحد، في ملكيته، وبالتالي كل اللي اشتروا منه دول كل اللي ليهم ان هم يلجأوا للقضاء للمطالبة بقيمة ما دفعوه والتعويض إن كان لهم الحق في التعويض. طيب هيدخل النزاع المدني سنين طويلة جدا، والراجل قاعد يتنعم بالمال الحرام اللي حصده وفقا لصغرة في القانون. طب تعالوا بقى نقول لوقعة لشخص باع أرض أو باع عقار أو باع عمارة لا يملكها، هو لا يملك وبدا عليه مظهر أنه المالك ونجح في أنه يعني يبيعها لأكثر من 20 شخص، نفس العمارة باعها ل20 واحد، والعمارة ب5 مليون جنيه، في 20 ب100 مليون جنيه. هل هذا الشخص يمكن أن توجه له جريمة النصب؟ تعالوا بقى نرجع إلى الشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر في جريمة النصب. نمرة واحد، ألا يكون مالكا للعقار الذي يبيعه. طبعا هنا هنقدر بإجراءات نسبة أنه غير مالك للعقار اللي هو باعه. طيب العقار بقى ملك مين؟ نرجع بقى للنقطة الأساسية اللي هي ضياع الوضوح في مسألة الملكية في العقارات في مصر، ضياع. وحقيقة أنا يعني في المناطق الريفية ممكن تدخل مكان فخم جدا وعمارة ضخمة جدا وبعدين تقول له يا حاج أنت الملكية عندك هنا إزاي؟ يقول لك والله أصل دي كان الحاج أبو حسين باعها لمحمد وأنا اشتريتها من محمد. طب فين العقود؟ تجد أنه لا يملك إلا أنه وضع اليد على المكان، ولا يملك مستندات ملكية، أو أنه يملك مستندات ملكية ضعيفة جدا وعرفية لا يعتد به. من هذا المنطلق فبيبقى في صعوبة جدا في أنك تثبت جريمة النصب وأنك تتتبع تسلسل الملكية في العقارات. وطبعا الكلام ده بياخد وقت طويل وإجراءات طويلة. وإذا استندنا إلى فكرة أن يعني لابد أن تكون التهمة ثابتة ثبوتا واضحا وأن الشك يفصل لصالح المتهم، فكثير من القضايا يقضى فيها بالبراءة رغم حدوث الوقائع زي ما بحكيها لحضراتكم والاستيلاء على أرقام طائلة من البسطاء. عشان كده من خلال هذا الفيديو بأناشد المشرع المصري أن يعيد النظر في الجزء الخاص في المادة 336 فيما يتعلق بالاستيلاء على العقارات من خلال الشرطين اللي المشرع حطهم، بحيث لابد من إيجاد آلية قوية وواضحة لحماية الملكيات وحماية الناس من وقائع النصب اللي أقدر أقول إنها انتشرت بشكل كبير في هذه الأيام وأصبحت تمثل خطرا على أمن وسلامة المجتمع. واسمحوا لي يعني إن يكون الموضوع في جريمة النصب موضوع أكبر شوية. من خلال الفيديو الجاي أو اللي بعده إن شاء الله نتطرق أكتر لموضوعات أهم ودقيقة فيما يتعلق بجرائم النصب في المادة 336 من قانون العقوبات المصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.